السلام عليكم. اليوم نروح لولاية غردايه اللي نعرفكم على واحد من اعرق واجمل الفنادق في الجزائر واللي يقع في مدينه غردايه اذا هو اللي هو فندق مزاب اللي تم التصميم ديالو من طرف المهندس العقاري الفرنسي فورنو بويون في الثمانينات بين السبعينات والثمانينات القرن الماضي. واليوم نشوفوه نروحوا نزوروا الفندق هذا الرائع واللي يعتبر نموذج من الفنادق التي انشاها كما قلنا المهندس فورنو بويون وتعتبر معلم من معالم السياحه في ولايه غردايه. بدون اطاله نخليكم تتابعوا هذه الجوله الشيقه في ثنايا هذا الفندق الرائع في ولايه غردايه. والسلام عليكم. Thank you.